طبعا حديثنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن المحاضرة الصوتية رقم 15، وهي تتكلم عن موضوعات في غاية الأهمية، وهي المواد القانونية في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل في المملكة العربية السعودية. لا يخفى عليكم أن موضوع المواد من الموضوعات المهمة التي نحرص على بيانها للطلاب، والتي يكثر حولها التساؤل. لذلك في لقاء اليوم إن شاء الله عز وجل سنحاول قدر الإمكان أن نبسط الأمر ونجليه للطلاب، وإن شاء الله الموضوعات المهمة. عندي العنوان عن أخلاقيات المهنة في الأنظمة الوظيفية والعمالية في المملكة العربية السعودية. لا يخفى عليكم أن أنظمة العمل ونظام الخدمة المدنية هي من ضمن الأنظمة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتقع ضمن أنظمة متعددة. هناك مثلا نظام الحكم، هناك نظام مجلس الشورى، نظام الشركات، ونظام العمل ونظام الخدمة المدنية هي من جملة هذه الأنظمة. طبعا هذه الأنظمة جميعا تسير وفق الشريعة الإسلامية، وتنطلق من مبادئ الإسلام وتشريعات الإسلام. وهذا شيء جيد وشيء طيب، لأن بعض الدول الأخرى الحقيقة عندها الأنظمة تنطلق من يعني فكر بشري ومن فكر وضعي، لكن ولله الحمد بلادنا المملكة العربية السعودية تلتزم بمقررات الشريعة الإسلامية ولا تخرج عنها، يعني تلتزم بمبادئ الشريعة وبتوجيهات الشريعة الإسلامية في مسألة الأنظمة. عندنا نظامين، نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل. نبدأ بنظام الخدمة المدنية ونبين أن هذا النظام يختص بموظفي الدولة. نظام الخدمة المدنية يختص بموظفي الدولة، بمعنى أن هذا النظام ينظم أحوال الموظف الحكومي في داخل الدولة. ده بالنسبة لنظام الخدمة المدنية. أما نظام العمل فيختص ببيان حال العمال في الشركات والمؤسسات الخاصة، أي الذين يعملون في مؤسسات أهلية وليست حكومية، يعني الشركات الخاصة والمؤسسات الخاصة يعتني بهم ويبين أمورهم وزارة عفوا نظام العمل. نأتي لتفصيل القول حول هذه الأنظمة. نظام الخدمة المدنية نبدأ به. هذا النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم 149 في 10/7/1397، نظام الخدمة المدنية في 1307. في أطر نظام العمل، من يعرف الجهة التي أصدرت نظام العمل؟ عفوا، الجهة التي أصدرت نظام الخدمة المدنية، نظام الخدمة المدنية اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي.
هنلاقي ان نظام الخدمه المدنيه الجهه التي اصدرته هي وزاره الخدمه المدنيه. شكرا للي شاركوا معنا. اذا نخلص من ذلك لان نظام الخدمه المدنيه صدر عام 1397، الجهة التي أصدرته هي وزارة الخدمة المدنية. لما نأتي لنظام العمل سنجد أن نظام العمل صدر بالمرسوم الملكي رقم 51 سنة 1426 هجرية. 1426 ده نظام العمل، والجهة التي أصدرته هي وزارة العمل. وزارة العمل طبعا لابد ان احنا نفرق بين النظامين ونعرف الجهة التي اصدرت كل نظام ونعرف تاريخ صدور هذا النظام. يعني نعرف نظام الخدمة المدنية انه صدر سنة 1397 وان نظام العمل صدر عام 1426. نعرف ايضا ان نظام الخدمة المدنية صدر عن وزارة الخدمة المدنية ونظام العمل صدر عن وزارة العمل. نأتي إلى المواد القانونية في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل. لو أردنا أن نقوم بعمل سنجد أن المواد القانونية في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل تنقسم إلى أربعة مواد. هناك المواد الأخلاقية وهناك المواد الواجبية وهناك المواد الحقوقية وهناك المواد التأديبية أو العقابية. يبقى عندي أربع مواد، كل الأربع مواد يطلق عليهم المواد القانونية. يعني نظام العمل ونظام الخدمة المدنية في داخلهم أربع مواد، الأربع مواد دول يطلق عليهم المواد القانونية. يعني لو طرحت سؤال وقلت تشمل المواد القانونية في نظامي الخدمة المدنية والعمل ما يلي: المواد الأخلاقية، المواد الواجبية، المواد الحقوقية، جميع ما سبق، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ الإجابة الصحيحة جميع ما سبق. طيب لو قلت من المواد القانونية في نظامي الخدمة المدنية والعمل: المواد الأخلاقية، المواد الفلسفية، المواد الحكومية، يا ترى الإجابة الصحيحة إيه؟ تبقى المواد الأخلاقية، لأن طبعا ما فيش مواد فلسفية. ماشي، نأتي لتفصيل القول في هذه المواد. احنا قلنا أربعة مواد تسمى بالمواد الأخلاقية، اسمها المواد الأخلاقية والمواد التأديبية والمواد الحقوقية والمواد التأديبية. عندما نريد أن نفصل سنجد أن المواد الأخلاقية موجودة في نظام الخدمة المدنية. طبعا هنخلي بالنا لنقطة مهمة كثير من الطلاب يسأل فيها، وهي: هل نحن مطالبون بحفظ أرقام المواد؟ طبعا الجواب لا، لسنا مطالبين بحفظ أرقام المواد. يعني مش مطالبين نعرف دي المادة رقم 9 والمادة رقم 10 كرقم.
لكن يهمنا أن نعرف مضمون هذه المادة، يعني يهمنا نعرف المادة دي بتتكلم عن إيه، يهمنا نعرف المادة دي مادة أخلاقية ولا مادة واجبية ولا مادة حقوقية ولا مادة تأديبية أو تقليدية. هذا أمر مهم، لكن الرقم رقم المادة مش مطالبين فيه، مش محتاجين نعرف مادة رقم 240 ومادة رقم 15 ومادة رقم 150. إذن الرقم مش مطلوب، لكن مطلوب نعرف مضمون المادة. يعني مثلا في نظام الخدمة المدنية يوجد جملة من المواد الأخلاقية، فعندي مادة تقول أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، دي مادة أخلاقية. في مادة تقول في اختيار الموظفين يجب أن يكون حسن السيرة والأخلاق غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وبالأمانة حتى يقضي على انتهاء الحد أو السجن 3 سنوات على الأقل، ويطلب من الموظف أن يكون سليم الشرف والعرض وأن يكون أمينا. إذن هذه مواد أخلاقية موجودة في نظام الخدمة المدنية. واضح؟ طيب، في نظام العمل يوجد أيضا في نظام العمل مجموعة من المواد الأخلاقية. عندي مادة تقول أن يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية، يعني يكون التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، وهذا أيضا واضح في الجانب الأخلاقي. أيضا هناك مادة تقول الاستعانة عند الخصومة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وده أيضا شيء طيب وشيء إيجابي. إذن هذه أيضا مواد أخلاقية. أيضا مادة تقول أن اللغة العربية هي واجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات، هذه أيضا من المواد الأخلاقية. مادة تتكلم عن الصيام ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد و6 ساعات في شهر رمضان.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ الصوت واضح الطلاب والطالبات؟ الصوت واضح؟ طيب معذرة، النظام فيه خلل يبدو، هو اللي أخرجني، ما استطعت الدخول مرة ثانية إلا الآن. خلونا نكمل النقاط التي وقفنا عندها. كنا نتكلم عن المواد الأخلاقية في نظام العمل، وقلنا إن نظام العمل في المملكة العربية السعودية فيه الكثير من المواد الأخلاقية، وعطينا عليها أمثلة كالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، والمادة أيضا التي تتكلم عن اللغة العربية في بيئة العمل، والمادة التي تتكلم عن الصيام وغير ذلك من المواد القانونية الأخلاقية في نظام العمل. طبعا أبنائي وبناتي، هناك أيضا المواد الواجبية، وده النوع الثاني من أنواع المواد القانونية، المواد الواجبية في بيئة العمل. طبعا المواد الواجبية المراد بها الواجبات التي يجب على العامل أن يقوم بها، والواجبات التي يجب على أصحاب العمل أن يلتزموا بها. طبعا في نظام الخدمة المدنية يوجد الكثير من الواجبات التي يجب أن يقوم بها العامل. سنجد يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك في مجال العمل أو خارجه. لما نقول مثلا يجب على الموظف مثلا ويحظر عليه قبول الرشوة أو طلبها، يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لما نقول يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتراك، طبعا واضح وأنتم طلاب أفاضل وطالبات متميزات إن المادة نفسها من بدايتها بتقول يجب على، فيفهم من الوجوب إن دي مواد واجبة ولا مواد أخلاقية، ها؟ يفهم منها أنها مواد إيه؟ مواد واجبية، واضح يعني بتقول يجب. حتى فيما يتعلق بواجبات أصحاب العمل يفهم منها، واضح إن يجب على صاحب العمل أن يلتزم بكذا، كيمنع تشغيل العامل سخرة مثلا، يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد أن يعطي العامل شهادة وغير ذلك. وسنجد الكثير من الواجبات في نظام العمل. ليه؟ لأني في نظام العمل سنجد أن هناك أشياء كثيرة تجب على صاحب العمل، وأشياء كثيرة أيضا أبنائي وبناتي تجب على العامل الذي يعمل في المؤسسة، كحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وغير ذلك. يبقى إذن اليوم تكلمنا عن المواد القانونية، خدنا منها نوعين، تكلمنا عن المواد الأخلاقية والمواد الواجبية في نظام العمل وفي نظام الخدمة المدنية. معلش أنا حابب برضو نديكم اختبار تدريبي، لأني شايف الاختبارات الحقيقة بتعطيكم يعني تصور. ولا ما تب واجب اليوم؟ طيب ناخذ واجب سريع اختبار ونشوف، ظهر لكم الاختبار كتدريب لحضراتكم، ظهر الآن، المفروض يكون الاختبار ظهر الآن. طيب الآن ظهر، معلش تابعوا معايا، الاختبار ظهر الآن،
يلا اتفضلوا جاوبوا. عايزين إجابات يلا. طبعا هو في الغالب اختبار اليوم بيغطي المواد أو يتكلم عن المواد الأخلاقية والمواد الواجبية سواء في نظام الخدمة المدنية أو في نظام العمل. يلا شد حيلكم في الإجابة على الاختبار، وخلي بالكم في ناس مجاوبة غلط كتير في الاختبار ده، فياريت حاولوا خلصوا بسرعة عشان أظهر لكم الإجابات الصحيحة. في ناس مجاوبة غلط كتير، واضح قدامي على الشاشة أهو. أقدر أقول نسبة 50% من الإجابات غلط. الجميع انتهى؟ الجميع انتهى ولا لسه؟ طيب يلا عشان عايزين نغلق هذا الاختبار عشان نظهر الإجابات الصحيحة ليكم. نسكر الاختبار الآن. طيب نغلق الاختبار وأظهر لكم بعد ذلك الإجابات الصحيحة. ويا ريت ركزوا معايا لأني بقول نسبة الخطأ 50%. هنظهر الإجابات الصحيحة الآن عشان نتأكد من إجاباتنا. شوف السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول صدر نظام الخدمة المدنية عام، وضعنا خيارات، قلنا 1397 ولا 1379 ولا 1426. للأسف أنا عندي 20 طالب وطالبة أجابوا غلط،
ادي الاجابات الصحيحه ظهرت لكم دلوقتي. الاجابه الصحيحه 1397. السؤال الثاني بيقول: تعتبر المواد الواجبيه احد فروع المواد الفلسفيه ولا الدوليه ولا النظاميه ولا القانونيه؟ قلنا في المحاضره كتير ان هي المواد الواجبيه تندرج ضمن المواد القانونيه، وعندي 38 اجابه خطا على هذا السؤال. الجهه التي اصدرت نظام العمل هي وزاره طبعا العمل، اجابه صحيحه، وفي 5 اجابات غلط. السؤال الرابع بيقول لي: من مواد الخدمه المدنيه الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين، تعتبر هذه من المواد الواجبيه ولا العقابيه ولا الاخلاقيه؟ الجداره طبعا تعتبر من المواد الاخلاقيه، وطبعا عندنا 31 اجابه غلط، تخيلوا. اخيرا السؤال الاخير بيقول لي: من مواد نظام العمل يمنع تشغيل العامل سخرة والا يحتجز اجره، تعتبر هذه من المواد الاخلاقيه ولا العقابيه ولا الواجبيه؟ طبعا الاجابه الصحيحه المواد الواجبيه، وعندي 60 اجابه غلط. فياريت ان شاء الله تركزوا في الاختبارات القادمه، وباذن الله المحاضره الجايه بنتكلم عن المواد، المحاضره الصوتيه رقم 17 اللي بتتكلم عن المواد الحقوقيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.